فهنا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، أسأل الله العافية. فالذنوب إذا كان لها أثر على الحجارة من باب أولى أن يكون أثرها على القلوب. والله لما ذكر قوم نوح قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه. فلهذا دعينا ندبنا إلى أن نكثر من الاستغفار حتى تحط الذنوب. وفي الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يعنينا واسطة العقد من الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن الحسنات إذا تبعت السيئات تمحها، تمحو حتى أثرها في القلوب. الجمع، الجماعات، الصلوات، الذكر، كل ذلك يحط الذنوب. الصدقة، صدقة السر على وجه الخصوص، فإن ذلك كله مما يحط الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالإنسان يسعى لئلا يبقى للذنوب أثرا على قلبه، ويعلم أن القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، فيلزم ركب الصالحين وطريق المتقين حتى يحشرهم الله عز وجل معهم، يحشره الله عز وجل معهم ولو من باب المحبة، كما قال الأول: أحب الصالحين ولست منهم، وهي أبيات تنسب للشافعي. فكلما أحب الإنسان قوما كان أقرب إليهم. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: وما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فرح الصحابة بهذا الحديث حتى قال أنس: وأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. ونحن نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، نشهد لهم بالفضل ونقر لهم بالخير ونترضى عليهم ونعتذر عما وقع منهم فيما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا جوارهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فإذا أمرنا فيما بيننا ألا تنطوي قلوبنا على البغضاء والشحناء، فكيف فيما بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن نحفظ نبينا عليه الصلاة والسلام في أصحابه، ونراعي حرمة نبينا صلى الله عليه وسلم في من آمنوا به ونصروه وعزروه، فنجلهم ونحبهم ونقدرهم، ونعلم يقينا أنهم ليسوا سواء، لكنهم من حيث الجمع مرضي عنهم، وهم أقرب العباد إلى الله بعد الأنبياء والمرسلين. وفق